استاذ مصطفى. السلام عليكم. شوف الحمام قبل الاكل. شوف هذا التركيب تحته بيضتين. وشوف الزغلول. شوف الوحش. شوف الزغلول. شوف البيضتين. حط هنا. طبعا هذا بعد تحته بيضة. هذا الزغلول. شوف. طبعا هنا نحط العلف الكلفة. هذه مخلوطة. هذا فول أظن. شوفوا فول. وهذه الذرة الصغيرة. طبعا أنا خلط معاها خلطة كاملة. تقريبا 200 كيلو. هذه كلها. طبعا أستاذ مصطفى هذا العلف احنا نسويه عندنا بالمزرعة. هذا علف خصوصي. هذا البياض. حطه هني شوي. هذا اللاحم. حط معاه شوي. استاذ مصطفى هذا بعد لاحم اصلي. شوف الزغلولين. بيضتين. شوف. كلهم ياكلون. راح اعطي كمل واعلم. شوف بعد العلف. كل الحمام ياكل. انت شوف طبعا هذا بدون ذرة بدون فول بدون ذرة حمراء. هذول زغلي صد مصطفى. طبعا حط مكيف حط مراوح. شوف المراوح. طبعا حتى هناك مراوح. هذا زغلي. الحين نعطيهم علف. هذا من المطور اللحم المطور. كل ياض. هذا مكيف. مراوح. لأن عندنا حر شديد. شو هذا الحمام كل ياض. ركبنا الدبل. مبروك. بص
متعة الحمام وياك. دي الحمام اللي سألت عنها أستاذ مصطفى، لسه جناحها طايح، خليتها كذي. هذا هو 10 كيلو. محمد كم شرينا هذا 10 كيلو؟ ها؟ 6 دنانير اللي هو ده. ريحة جلاكسي شوكولاتة. هذا واحد. طبعا هذا نوع ثاني. هم بلجيكي. هذا ريحته نفس ريحة الزعتر، زعتر على جلاكسي. ثم نفس الشركة. هذا غير، هذا بروتين قوي، وهذا عاد بروتين مدشن. في واحد ثاني بعد صح؟ هذا بعد نفس الشركة، أو هذه فرنسية الشركة نفسها. هذا يجي مطحون، يجي مطحون، شوف بودرة تحطه مع الأكل. هم ريحته حلوة بعد، انت عارف الريحة يعني. هني استاذ مصطفى هذا الخشن، عارف مال البحر، شوفه. طبعا في هناك موجود بس هذا صافي مع البحر، طبق احمر مشيون كله بلجيكي، يعني مش جايبينه احنا هني من الكويت، لا بلجيكي. هذا مكان فاضي عندنا، مساحه كبيره، ولسه ما صكيت من فوق. استاذ مصطفى طبعا برا الحراره توصل 50 60. طبعا انا حاط مراوح ومكيف، حتى فسخت المكيف. شوف الحرارة عندي كم، 32. طبعا برا حر واجد، هنا بالكويت توصل 50 60. طبعا هذا العلف راح نفرده انا وياك. راح افرده الحين انا وياك ونشوف. هذه فوله، هذه فول. طبعاً هذا بعد هذه مدري شنو، هذه تشوفه انت تشوف شيء. هذا الشعير، احنا الشعير عندنا مدعوم 6 دنانير 50 كيلو.
شوفة حلوة، هذا مال الحكومة 50 كيلو بسدين أو 5.5 صابون. هذا ما أدري شنو هي، أنت اختار عاد. أنا والله ما أعرف الأسامي، أنا ما أعرف الأسامي، أهم شيء إنه علف نظيف. شوف حتى العلف يلمع أصلاً، يعني فيه لمعة، نظيف نظيف كلش.